مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو. في الفيديو ده هنحرق البوست كريدت سين الاول والتاني لفيلم دكتور سترينج 2، فهنحرقهم كتير ونبدا. طب اول بوست كريدت سين معانا واللي هو الميد كريدت سين، وبنشوف فيه دكتور سترينج بيبقى ماشي في الشارع وبتظهر واحده بتنادي عليه لابسه بدله لونها موف، ودي هي الممثله اللي اتكلمت عليها قبل كده تشارل سيورن بالدور بتاع كيليا، واتكلمت عليها في التسريبات كتير جدا، وفي الاخر ادينا شفناها. ولما دكتور سترينج بيسالها ممكن انا اساعدك ازاي، بتطلع سيف من ايديها وبتقول له ان انت سببت غاره واحنا المفروض ان احنا نصلحها، واحنا هنا هي قصها على كيليا، على نفسها يعني، وعلى دكتور سترينج، هما الاثنين هيصلحوا الغاره دي. وبعدها بتفتح بوابه بالسيف بتاعها لعالم تاني، وده هو الدارك دايمنشن او البعد الظلامي. وفي اللحظه دي حسيت ان احنا هنشهد عوده دومامو تاني اللي هو كان موجود اساسا في الجزء الاول، وخصوصا برضو ان هي كيليا تعتبر هي في الكوميكس اخت دومامو. ثم ساعتها بتساله هل انت خايف ولا لا، وهو ساعتها بينضم ليها وبتظهر عينه الثالثه، واللي احنا زي ما قلنا عليها في الفيديو بتاع الحرق ان هي دي تعتبر تاثير الدارك هولد على دكتور سترينج. وبعدها الاثنين بيخشوا في الدارك دايمنشن. طيب بالنسبه للمشهد ده ايه المهم فيه؟ المهم يعتبر هو كلمه واحده واللي هي كلمه بتاعت انكرجن او غاره، ودي بتفكرك بالكلام بتاع ريد ريتشارد اما قال برضو انكرجن وهما في المبنى بتاع باكستر. وعرف ساعتها دكتور سترينج بتاع عالم 616 اللي هو بتاعنا يعني، ان هو دكتور سترينج بتاع عالم 838 اللي هو العالم يعني بتاع الليموناتي، عمل غاره في كوكب تاني اتدمر بسبب استخدامه للدارك هولد، وان هو كان بيستخدم الدريم ووكينج او التنقل يعني عن طريق الاحلام، والكلام ده اتشرح بالتفصيل ساعه الفيلم. والمهم من كل ده الكلمه ما اتكررت تاني من كيليا وهي بتقولها لدكتور سترينج، تقريبا ده بنسبه 95% هيعتبر ريفرنس على حدوث السيكريت وورز، ودي تعتبر حرب في الكوميكس ليها اصدارين، واحد سنه 1984 والشخصيه اللي عملت السيكريت وورز ساعتها كانت هيل بيوندر، وفي اصدار تاني من السيكريت وورز نزل سنه 2015 وكان السبب فيها هو دكتور دوم. والنسخه من السيكريت وورز اللي احنا المفروض هنشوفها هي النسخه بتاعت 1984 بس مع شويه تغيرات بسيطه. يعني في 1984 كان عندنا بيوندر هو اللي عمل السيكريت وورز، هنا في الام سي يو ما تستبعدش قوي ان هو ممكن يكون كانج هو اللي هيعمل كده، مش باكد المعلومه دي ولكن ده مجرد احتمال، وما تقوليش لا مستحيل والكلام ده. ستانلي بنفسه قال ان هو في شخصيات كتير قوي في الكوميكس قويه، والكاتب بتاع السيناريو بتاع الفيلم او المسلسل او حتى كمان الكوميك هو اللي بيحدد الشخصيه دي هتكسب ولا شخصيه تانيه غيرها، بيبقى كل واحد على حسب حبكه الفيلم وعلى حسب العناصر اللي هو هيستخدمها في الفيلم، الحوار كله بيبقى على حسب دماغ المؤلف وعلى حسب الخطه اللي هو هيمهد لها لقدام لما بعد القصه دي. وغير كده احنا عندنا مخرجين روسو اللي اخرجوا اند جيم قالوا ان هم لو اشتغلوا مع مارفل تاني فالمشروع الوحيد اللي هم هيرجعوا يشتغلوا عليه وهو مشروع السيكريت وورز، وحددوا كمان النسخه اللي هيشتغلوا عليها وقالوا ان هي النسخه بتاعت الثمانينات اللي بتاعت 1984، يعني كمان مش النسخه الجديده من سيكريت وورز. وبقى الامر دلوقتي واضح ان هو لو نزل اي خبر ان هم رجعوا يشتغلوا مع مارفل تاني فكده هيبقى بشكل رسمي كلنا عارفين ان هم شغالين على السيكريت وورز ولا حاجه غيرها ولا اي مشروع تاني، هيبقى هو المشروع ده بس. والبوست كريت سين التاني يعتبر ملوش اي ستيل لازمه الصراحه، يا دوب بس انت بتشوف بروس كامبل وهو ايده بتبطل تضربه، وده بتعرف من خلاله انه عدى 3 اسابيع من ساعه التعويذه بتاع دكتور سترينج، لان دكتور سترينج عمل له تعويذه هدوم 3 اسابيع قعدت تضربه على وشه، وانت دلوقتي بتشوف انه ايده خلاص هديت مش بتضربه تاني، فبتعرف انه 3 اسابيع عدوا ولا اكتر ولا اقل، وهو ساعتها بيقول اتس اوفر بمعنى ان هو الفيلم خلص وان هي التعويذه برده خلصت اللي في ايده، فكده يعتبر مشهد ملوش اي 60 لازمه. ويمكن مثلا لو انت عايز استر ايج فانت عندك اسم المكان اللي هو عامله اللي هو بيتزا بابا، يعتبر هو ريفرنس على محل بيتزا معروف هنا في الحياه الحقيقيه واللي هو بيتزا بابا جونز، غير كده مفيش اي حاجه مهمه في خلال المشهد دوت. بس كده يكون فيديو النهارده خلص، لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو واشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وبيس.